موقف أعضاء الحزب الرافضين للتطبيع. أعضاء الحزب، أنا لا أدعو من الاستقالة، أكتب بأنه أنا أتقطع بالألم وأريد أن أستقيل. أنا شخصيا وأنا في موقع يعني أكثر حرجا منكم جميعا، لأنني بغيت ولا ما بغيتش، وخا أنا ما معترف بنفسي قيادي، الناس معتبريني قيادي في الحزب، شنو غندير؟ ولأنني المتكلم منذ 30 عاما في التطبيع في القضية الفلسطينية، ومع ذلك أنا ما استقلتش، لأنه ما خصناش نخليو هذا الحزب تيار أمثال الرباح وأمثال الذين يسارعون. لو كان الإخوة حضرتوا معنا المجلس الوطني كان بالزوم، وشي إخوات يقولوا سعد العثماني مالك حشمان ومحرج، حين توقعتي موقعيش تنوقع احنا، يا من عندك الذين يسارعون ويزايدون في اتجاه مزيد من السقوط للأسف الشديد. دائما الذين يصبون الزيت على النار، دائما الذين يهربون إلى الأمام. بالعكس الإخوة الكرام، بقوا في الحزب ولكن صرحوا بموقفكم، ضغطوا، كتبوا، راسلوا، طلبوا اجتماعات، كل في المستوى ديالو. أنا عضو في المجلس الوطني، طلبت اجتماع في المجلس الوطني، عضو في كتابة إقليمية، في كتابة محلية، في هيئة مجالية، طلب الاجتماع وتذاكر وفرض نقطة في جدول الأعمال. وما تذكرش الحزب شي حاجة كاينة في القرآن والسنة ولا كاينة في التاريخ، ذكروا غير بالأوراق ديالو، الحزب، الأدبيات ديالو. علاش أنا كتبت هوية الحزب ومرجعيته وأدبياته وخطابه وبرنامجه؟ ذكروا الناس، ذكروا سعد الدين العثماني بما يقول في خطبه وما يكتب في مقالاته، ذكروا الأمانة العامة واحدا واحدا مما كانوا يكتبون من محمد يتيم وانتم غادي حتى الرباح. تذكرون الرباح لما كان رئيس ديال الشبيبة، عملنا واحد المهرجان ضخم حضره الآلاف في المؤتمر السنوي للشبيبة في مكناس، وجبنا ميس شلش وقام بقامته الطويلة، هز واحد الشال ديال فلسطين يطوح به ويرقص على انغامي نشيد ميس شلش المنشده الفلسطينيه. واش نساو الاخوان راسهم؟ عبد الله العروي ذكي، عبد الله العروي عالم ومثقف، وخا نختلفوا معاه في الايديولوجيا، هو فيلسوف ديال التاريخ. عبد الله العروي قالوا له شنو الفرق بين المؤرخ والسياسي؟ قال لهم المؤرخ هو العدو ديال السياسي. قالوا له علاش؟ قال لهم حيت المؤرخ كيخدم على الذاكره والسياسي كيخدم على محو الذاكره. السياسي خصو يمحي الذاكره باش الناس ينساو داكشي اللي قال لهم من قبل. دابا الحزب ديالنا حنا انتخابات باقي لها بضعه شهور، غادي ننزل للشارع، اش غايقول الناس على قضيه فلسطين؟ واش غادي يقول الناس على قضيه مكافحه الفساد اللي مدار فيها والو تقريبا؟ واش غادي يدير على قضيه اللغه العربيه اللي سمح فيها في القانون الاطار؟ الليله المغاربه اصيبوا بفقدان الذاكره وجاهم الزهايمر الجماعي السياسي الهوياتي الحضاري في الانتخابات الجايه، والا الحزب سيقدم الحساب. ماشي بين يدي الله والوطن والتاريخ، بين يدي ذاكره المغاربه، هذه الذاكره التي اتتها خطابنا واوراقنا ومرجعيتنا وبرنامجنا وحديثنا للناس. شو نقول لهم؟ واش ملي تكتب علينا صحفي مغرض قابلنا غا حنا ليل ونهار كيكتب علينا الدب حلال الدب حرام، واش ظلمنا؟ ظلمنا ما ظلمناش، كذب علينا ما كذبش علينا، صدق وهو كذب في هذه على الاقل. شو نقولوا للمغاربه؟ ولا المغاربه اتهمونا باننا كنا غير كنتظروا القضيه الفلسطينيه، ظلمونا. اش من مصحف غنحلموا نحلفوا لهم فيه بانه والله الا كنا مخلصين راه غير الظروف؟ ما يتيقوش المغاربه، واخا حنا كنا مخلصين ولكن المغاربه ما غيتيقوش، ان البشر كلهم عندهم عقل سياسي في التحليل. يقول لك هذوك 30 عام ولا 40 عام هما كيبكيو على فلسطين وكيديروا المهرجانات غير باش يشدونا من جهه العاطفه، حتى داروا الشعبيه وخداو الكراسي ووصلوا اللي بغاو وركبوا في السيارات الفخمه وخداو المناصب في البرلمان وفي الحكومه، ودابا قلبوا ظهر الميزان للقضيه الفلسطينيه. سير دابا سكت شي حد الا ناض عليك في الحمله الانتخابيه الجايه يتهمك بهذا، سير سكتو، وهو كاذب سيصدقه الناس، وأنت صادق سيكذبك الناس.